صاحبة هذا الفيديو عثرت على هذا الكائن الغريب داخل علبة السلطة الخاصة فيها ونشرت هذا الفيديو وهي مستغربة وعم تتساءل عن نوع هذا الكائن اللي عثرت عليه. ومثل ما عودتكم دائما بحثت عن هذا الكائن وعرفت لكم نوعه. هذه يرقة فراشة اسمها هيرونا ماريثس، بالعربي والأجنبي اسمها كذا، أنا مالي دخل بالاسم. وشكلها لما تشوفوها بيبان على أنها من داخل لعبة أو أنها لابسة خوذة وقناع على وجهها. هذه اليرقات بتتواجد عادة بالهند وتايلاند وبنغلاديش وداخل علب السلطة. وهذه اليرقة بتتحول لفراشة وبيصير هذا شكلها. واكتشفت ان في لعبة مشابهة لشكل هذه اليرقة واسمها هولو نايت. طيب كيف اكتشفت هذا الشيء؟ التعليقات على الفيديو الاصلي كاتبين ان هذا الكائن هو